وينضم إلينا من الخرطوم الكاتب الصحفي عمرو شعبان. سيد عمرو، ما هي مقومات نجاح أو فشل الوساطة الإثيوبية؟ أيهما أكثر حضورا في ظل معطيات الأزمة السودانية؟ بداية التحية والتجلل لشهداء الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة، الخزي والعار لمجلس المذبحة، ممثلا في المجلس العسكري الدموي. حقيقة كانت الخطوة الأولى التي توحي باحتمالات النجاح واحتمالات وجود أفق وأمل في فض الأزمة هو قبول المبدأ من الطرفين لوساطة رئيس الوزراء الأثيوبي. حقيقة تفهم رئيس الوزراء الأثيوبي وعدم مجيئه إلى الخرطوم بمبادرة جاهزة أو مفصلة فيها مقترحات معدة مسبقا وفقا لما ورد من تقارير ومرشحة طيلة الأيام الماضية، دليل على أنه أتى ليستمع إلى الطرفين ومن ثم يخرج برؤية واضحة يقدم من خلالها وجهة نظر ربما تحمل نقاط تقارب ما بين الطرفين أو المعسكرين، قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة والمجلس المجلس الانقلابي من جهة أخرى. هذه من عوامل ربما تسهم في النجاح في ظل وجود ضغط دولي وإقليمي على المجلس الانقلابي إزاء ما تم في 29 من رمضان. عامل الفشل تتمثل في الإجراءات التعسفية التي يتخذها المجلس العسكري الانقلابي في اللحظة التي تجري فيها عملية التفاوض نفسها، ففي الوقت الذي يكون يجلس فيه أبي أحمد للتوسط ما بين الطرفين قام منسوبو الأجهزة الأمنية بتوجيه القنوات أحد القنوات السودانية بمنع الحديث عن الثورة أو الحديث عن شهداء الثورة السودانية، وبعد ذلك وبعد إجراءات الوساطة وبعد وداع أبي أحمد قاموا باعتقال محمد عصمت القيادي بالحزب التجمع الاتحاد المعارض. إذا الاعتقالات مستمرة، تعنتات المجلس العسكري وإجراءات الاعتقالات مستمرة كما تقول. في ظل طرح هذه المبادرة، ربما ذكرت العقبات التي يمكن أن يشكلها المجلس العسكري، ولكن ماذا عن شروط المعارضة لاستئناف الحوار؟ ألا تعد أيضا أحد أو إحدى العقبات التي قد تؤدي إلى وأد هذه المبادرة قبل أن تبدأ؟ حقيقة لا يمكن أن لا نسميها شروطا، ولكن نسميها إجراءات تهيئة مناخ أو مساحة لإعادة إنتاج الثقة ما بين الطرفين بعد الكارثة والمأساة التي ارتكبها المجلس العسكري الانقلابي. الستة شروط التي وضعتها هي إجراءات تهيئة مناخ وإعادة تمديد الثقة، لأن أي جلوس مع المجلس الانقلابي قبيل حسم موضوع من ارتكب مذبحة 29 من رمضان من شأنها أن يزيد الاحتقان في البلاد ويجعل العنوان العريض هو أن العسكريين والسياسيين في البلاد باعوا دماء الشهداء. هذا الأمر لن يرضي الشارع السوداني. وقتها لن يستمع الشارع السوداني لأي من المجلس العسكري أو قوى الإعلان الحرية والتغيير، ومن ثم يحدث الانفلاتات ويحدث ما لا تحمد عقباه. طيب، رغم أنه لم يتم الإعلان عن هذه المبادرة وبنودها، إلا أن هناك تسريبات عن مضمون هذه المبادرة، قد تكون في تشكيل مجلس رئاسي يتكون من 8 مدنيين و7 من العسكريين، ما يطرح العديد من الأسئلة حول الرئاسة لمن تذهب، حول الفترة الزمنية الانتقالية وغيرها من الأسئلة. يعني ماذا عن مضمون هذه المبادرة؟ هل يمكن أن يقبل المجلس العسكري بالفعل بأن يتخلى عن رئاسة المجلس أو نسب التمثيل المطروحة فيها؟ المقترح أبي أحمد هو 8 إلى 7، 8 لصالح المدنيين و7 إلى لصالح العسكريين في مقابل رئاسة دورية. دعينا نقول العبارة بلغة أوضح وبلغة مباشرة. الحديث عن 10 عسكريين و20 مدنيين، الحديث عن أي رقم لصالح المدنيين في ظل وجود رئاسة عسكرية أمر مرفوض في الشارع السوداني، سواء وافقت عليه قوى إعلان الحرية والتغيير وما وقعت عليه أم لا. ما فعله العسكريون بعد 29 من رمضان لا يسمح بتاتا بإعادة التفكير أو النظر أو قبول أو مجرد الرضا أو مجرد التفكير في قبول وجود عسكري على رأس دستة الحكم حتى لو كان مجلسا سياديا رمزيا. لا وجود لرمز عسكري حتى لو كانت للدولة رئاسة دورية مجددا، لن يكون هنالك حتى لو كانت رئاسة دورية. هذا الأمر مرفوض، هذا الأمر مرفوض من الشارع السوداني، صدقيني مهما ادعوا أو زينوا في العبارات هذا الأمر مرفوض، لن يكون هنالك رمزا عسكريا للدولة السودانية ولو ليومين. شكرا جزيلا بموافقة الشعب السوداني. من الخرطوم كنت معنا الكاتب الصحفي عمرو شعبان، شكرا جزيلا لك.